قلت نيجي هنا ندردش شويه عشان نبقى لوحدنا. كويس برضه. فرصه اسالك، انتوا امتى قررتوا تعرضوها على دكتور نفسي؟ تقريبا من 3 اشهر. وكان في سبب معين؟ اسباب. ارق مستمر وعزله نفسها عننا كلنا وعن ابنها، وطبعا تقريبا ما بتاكلش، والموضوع طول شويه، فقلنا ده الاحسن. طب وفي 3 شهور دي راحت لكام دكتور؟ هو واحد، دكتور فضل. وهل كانت مرتاحه معاه؟ دكتور باسل، انت شكلك راجل ذكي ودكتور شاطر، بلاش تسالني اسئله ملهاش معنى. ملهاش معنى ازاي؟ ده سؤال مهم جدا بالنسبه لي. ايه اللي يخلي مدام رحمه تسيب دكتور مهم وشاطر زي دكتور فضل وتقرر تغير؟ دكتور فضل كان بيعمل كل حاجه شايفها لمصلحه رحمه، وانا رايي انه ما قصرش معايا في اي حاجه تخص علاجها، وانا كنت متابعه خطوه بخطوه بنفسي وعارف بالتفصيل كل حاجه بتحصل. مش جايز هو ده اللي ضايق مدام رحمه؟ انا جوزها بطمن عليها، ايه اللي يضايقها في حاجه زي كده؟ احساسها انها مقيده او انه في حد بياخد لها قراراتها. هي قالت لك كده؟ هي ما قالتش، انا بحاول افهم منك. ما انا بقول لك اهو، قرار رحمه ده قرار انفعالي، وانا واثق انها هترجع فيه. بس حتى لو ده ما حصلش، انا احب اعرف منك كل حاجه بتحصل في الجلسات عشان ابقى مطمن. مقدرش اوعدك ان ده هيحصل. قصدك ايه؟ قصدي ان دي حاجه متعلقه بخصوصيه المريض وباخلاقيات المهنه، واي دكتور يخالف ده لاي سبب يبقى غير اهل الثقه. عموما يا دكتور، انا طلبتك تيجي هنا عشان اطمن، واتمنى فعلا زي ما رحمه بتقول والجلسات تمشي بشكل كويس هنا عندنا. وانا مبسوط اني اتعرفت عليك يا باشمهندس، بس انا اسف، حضرتك ممكن تتفضل في العياده انت ومدام رحمه، انا ما بديش جلسات في البيت. يعني ايه؟ يعني دي حاجه مش بنقدمها في العياده، ولو قبلتها ابقى بقلل من نفسي ومن ثقه مدام رحمه فيا. فزي ما قلت لك، حضرتك تنورنا في العياده في اي وقت، وممكن برضو تتابع مع دكتور خيرت مدير العياده. انا عاوزك تبقى عارف كل اللي انا بعمله دوت نابع من خوفي على رحمه. يا ريتك تبقى مقدر الموضوع ده. اكيد. اتفضل. اشترك في باقات واتشت الشهرية، بتبدأ من 14 جنيه و99 قرش، وباقات سنوية بتبدأ من 149 جنيه و99 قرش.